نغمات حزينة ومشاعر جياشة، هذه هي موسيقى الفلامينكو، مزيج من الموسيقى والرقص بأشكال متنوعة. الفلامينكو مدينة غرناطة صنوان. أقوم بجولة في المدينة التي حكمها العرب لقرون، مقرهم كان في قصر الحمراء أحد أبرز معالم المدينة. الموسيقى العربية تركت أثارها أيضاً وأثرت في الفلامينكو. موسيقيو فلامينكو وراقصون كثر ينحدرون من هنا. أرغب في تعلم رقصة بولاريا، وهي شكل مريح من الفلامينكو ومحبوبة لدى الهواة. أنا أؤدي رقص الفلامينكو كهاوية، وسأكون سعيدة بتلقي نصائح من محترفي الفلامينكو الأندلسيين. مدرسة الرقص تقع في حي ساكرومونتي، وهذه الكلمة تعني الجبل المقدس بالإسبانية. كان الغجر يقطنون هنا في الماضي في الكهوف، وكان لهم تأثير كبير على الفلامينكو. مدرسة الرقص تقع داخل كهف أيضاً. فيوليتا رويس احترفت رقص الفلامينكو منذ أن كانت في 16 من العمر، وهي تظهر في عروض داخل إسبانيا وخارجها. كان والدها عازف جيتار شهير للفلامينكو. سنتدرب على رقصة البولاريا، ما الصلة بينها وبين الكهوف؟ في القرن 19 كان الغجر يسكنون هنا، حيث كانوا يعيشون في الكهوف وكانوا يغنون ويرقصون هنا أيضا. الزائرون الذين كانوا يمرون عبر الكهوف يبقون قليلا لمشاهدة الفن المعروض، وكانوا يدفعون أحيانا إكراميات أثناء وجودهم. هكذا بدأت عروض الفلامينكو؟ نعم. والآن بدأ التصفيق، ففي البداية يجب علي الانسجام مع الإيقاع أولاً، والعد يمتد دوماً حتى 12. هذه هي بدايتي، وهو ما قررته فيوليتا. صحيح أن هناك خطوات تقليدية للبولاريا، لكن تتابعها غير ثابت، الهدف هو الارتجال. لولا معرفتي المسبقة وخبرتي لما تمكنت من عمل أي شيء. ينبغي لي أن أتابع التعلم لوحدي الآن. أكرر الخطوات الأساسية مرات عديدة قبل تعلم شيء جديد. فيوليتا ترغب دائماً في وجود عناصر لعب. في جميع الأحوال ينبغي لي أن أنطلق من ذاتي، وليس من قبيل الصدفة أن يكون اسم رقصة فيوليتا مشتقاً من المداعبة. لا يجوز أخذ الأمور فيها بجدية مفرطة، إنني أتقدم بشكل تدريجي. لقد تمرنا معا قليلا، ما الذي ينقصني بعد؟ أنت بحاجة إلى الموسيقى، وهي العنصر الأهم في رقصة الفلامينكو، خاصة رقصة البولاريا. عليك الانسجام مع عزف الجيتار والغناء لمعرفة متى يمكنك الانطلاق. لذا سيرافقنا الآن أنطونيو التوري، وهو أيضا يرتجل ويغني أحيانا لفترة طويلة وأخرى قصيرة. الغناء يضبط الرقص، لكنني فقدت الانسجام معه للتو. فيوليتا تساعدني للاستماع إليه جيداً، والآن تحقق لي ذلك. بعد ذلك أواصل الرقص لوحدي، فرقصة البولاريا تؤديها راقصة بمفردها، وبفضل روحها المرحة تكون في العادة نجمة عرض الفلامينكو الختامي، وهي الآن قبلي. في مسرح عروض الفلامينكو حدائق زوريا تقام مساء كل يوم عروض فلامينكو مباشرة، إنه واحد من مسارح شبيهة. فيوليتا رويس هي المديرة والراقصة فيه. عندما تنهي دورها سأصعد إلى المنصة لأداء دوري، لكنني أشعر بشيء من التوتر. تأخرت قليلا، فقد قررت أن أرقص بعفوية والاستمتاع بالعرض.